طيب بسم الله نكمل وعليه نتوكل. نيجي هنا اللي هو الأوكسيتوسين and فازوبريسن هرمونز. طبعا أوكسيتوسين راح نتعرف عليه، بس خلونا نشوف ايش فازوبريسن. ايش معنى كلمة فازوبريسن؟ بريسن معناها بريس، ها، ضغط. يعني ايش؟ يعني راح يخلي الأوعية الدموية تضيق، فعندما تضيق راح يعني تقلل وصول الدم لمكان معين لهدف معين. طيب ممكن نستخدمها ايش في النزيف، ها، اذا كان عندنا نزيف فنحن نحتاج فاسوبريسن دراجز، ادوية فاسوبريسن عشان لا يروح الدم كله. طيب قلنا هنا، قال لك ار نانو اللي هو 9 امينو اسيدز بيبتايد اللي هو الاوكسيتوسين، برضو الاوكسيتوسين بيسوي نفس الحركه كونتراكشن. قال لك ار نانو اللي هي يعني بتحتوي على 9 امينو اسيد بيبتايد سينثيسايزد باي بوستيريور بيتيوتري. يعني نعم، وراح تكون تكونت بواسطه ايش؟ البوستيريور بيتيوتري. هنا عندنا اللي هي اوكسيتوسين. اوكسيتوسين هذا الهرمون ايش راح يسوي؟ سموث مسل كونتراكشن، راح يخلي السموث مسلز تعمل كونتراكشن، تنقبض. ايش هي السموث مسلز؟ زي العضلات مثلا الامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه، هي تعتبر سموث مسلز. طيب نيجي هنا النقطه ايه، قال لك it is used اللي هو الاوكسو اوكسيتوسين، كل كلامنا على الاوكسيتوسين. it is used to cause contraction of the uterus. نعم، يوترس هو احد انواع السموث مسلز اللي هو ايه، الرحم، مكان الحمل يعني. طيب نعم، فقال لك انه راح يؤدي الى انقباض لعضلة الرحم in order to start labor، عشان تبدأ عملية ايش؟ الولادة. يقبض، يعني لما نشوف ان المرأة نبغى نسرع عملية الولادة نعطيها اوكسيتوسين عشان ايش؟ تساعد عضلات الرحم انها تنقبض بشكل اكبر عشان تسهل الولادة. قال لك or increase the speed of labor، او انها تزيد سرعة الولادة. نعم، and to stop bleeding following delivery، وايضا ايه، to stop bleeding زي الكلام اللي قلناه، راح توقف ايش؟ bleeding، راح توقف النزيف. ليه؟ لانه عندما الاوردة يعني تنقبض فالمساحة راح تقل، فالدم اللي راح يخرج راح يكون اقل. فهذه هي قال لك ايه، انها راح تساعد على انها على توقف النزيف. نعم، النقطة الثانية قال لك اوكسيتوسين اكت ات ميموري جلاند كوزينج ميلك اجاكشن، برضو تشتغل على الغدد الحليبية عشان ايش؟ عشان تعمل انقباض فالحليب يخرج اللي هو يعني للجنين، يخرج للجنين عن طريق صدر امه يعني. طيب هنا هذا الهرمون اللي هو فاسوبريسن اي دي اتش، قال لك فاسوبريسن هذا الهرمون مهم جدا. فاسوبريسن هرمون اي دي اتش انتي دايريتيك هرمونز. نعم، يعني راح نشوف انواع كثير، يعني هذا مشهور راح يمر عليكم كثير، اللي هو انتي دايريتيك هرمون اللي هو الهرمونات المضادة لإيش؟ يعني الهرمونات التي تمنع فقدان السوائل من الجسم. دايروتيك معناه ايه؟ مدر للبول، فهنا انتي دايروتيك مانع لإدرار البول يعني. سوري، ايوه دايروتيك يعني يقولون انه ايه، مدر للسوائل. فهو دائما عندنا انواع من الادوية نسميها ايه، دايروتكس. فهاي الدايروتكس ايش هي؟ مدرة للبول. لكن هنا فاسوبريسن راح ايش؟ نعمل كونستريكشن كذا للاوردة عشان ايش؟ عشان نحفظ السوائل في الجسم في حالات معينة، زي مثلا حالة النزيف، نحن نبغى نحفظ السوائل داخل الجسم. نعم،
ولكن إذا جينا العكس النزيف، إيش عكس النزيف؟ انسداد للشرايين مثلا، أو تجلط في الدم، فنحن نعطي حاجة تسرع الدم، تسرع الدم، لكن هنا كأننا نعطي حاجة تبطئ الدم في هذه الحالة. نعم. طبعا قال لك its two primary functions are to retain water in the body. نعم، اللي هو يتكلمنا عليه على الفاسوبريسن الـ ADH. قال لك انه عشان يحفظ السوائل في الجسم، او يحفظ الماء في الجسم، and to constrict blood vessels، وايضا ايه، لكي يعمل constriction للـ blood vessels، يعمل انقباض للـ blood vessels، للأوعية الدموية. طيب نجي هنا levels of protein structure organization. عندنا primary وعندنا secondary وعندنا tertiary وعندنا quaternary. primary protein structure linear sequence of amino acids. secondary protein structure localized regional structure. طبعا و tertiary protein structure راح يكون overall shape of hormone. and quaternary بروتين ستراكشر انتراكشن بتوين سب يونت بروتين. ان شاء الله نلقى صوره تشرح لنا هذه القصه. ايوه هذه هي، هذه الصوره، برايمري سكندري تيرشري اند فورشري. طيب نشوف هذه الصوره. طبعا صوره بسيطه جدا، انه ايش، انه البرايمري راح يكون على شكل سلسله، لكن السكندري راح يكون ايه، متطور اكثر، فراح يكون سلسله وفيها روابط يعني زيادة. قال لك ايه، هيدروجين بوند، قال لك هيدروجين بوند بتوين امينو اسيدز ات ديفرنت لوكيشن ان بولي بيبتايد تشين. فنروح نشوفها كذا ماشية، عرفنا كيف في امينو اسيد وفي نعم هنا راح نشوفها، يسموها ايه، بليتد شيت. نفس الطريقة يعني، كأنه هنا واحد لكن هنا كأنها اثنين، عارفين كيف؟ هنا سلسلة لكنها ملتوية، ولكن هنا كأنها سلسلتين جنب بعض، صح؟ لكن هنا يعني كأنه في الكواترنري كأنه ايش؟ شوفوا هذا سي، ايش هو؟ جاب لك هذا المركب، لكن الكواترنري زي هذا المركب أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، يعني هذا يعتبر تيرشري 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 تيرشري. حلو ممتاز. قال لك هنا levels of protein structure protein organization، هنا البرايمري وهنا السكندري. قال لك السكندري هو عبارة عن folding into alpha helix، folding انثناءات folding into alpha helix beta bleated sheet، هنا beta bleated and beta bonds etc. ولكن التيرشري حلو راح يكون ايه، اوفر اول شيب، راح يكون يحتوي على جميع الاشكال، راح يحتوي على الشكل الاول، وراح يحتوي على الشكل الثاني والشكل الثالث، اوفر اول شيب. والكواترنري راح يكون مجموعه من البروتينات، مور ذان 1 سب يونت. نعم ناتي هنا يعني جيب لنا، كانه جيب لنا امثله للبرايمري والسكندري. طيب برايمري ستراكشر ات از ذا سيكونس نمبر type and arrangement of amino acids in the polypeptide chain. It is determined by genes. It determines the other levels of protein structure. نعم يعني هنا البرايمري ستراكشر قال لنا انه هو عبارة عن سياق من أرقام وأنواع وترتيبات معينة لإيش، للأمينو أسيدز in what in the polypeptide chain، في البوليبيبتايد. النقطة الثانية هنا اللي هي قال لك إيه، it is determined by genes، راح يكون يعني محدد بواسطة إيش، جينات، اللي هو البرايمري ستراكشر. يعني راح تكون في جينات، هذا جين هذا جين هذا جين. طيب بعدين قال لك it determine other levels of protein structure، وبرضه راح احدد البروتينات الاخرى. نعم طبعا هنا نلاحظ انه الفالين هنا مختلف عن هنا، برولين
هنا برضو برو وفالين، هنا الاختلاف هنا وهنا. طيب قال لنا ايش؟ انه يعني من بساطتها ما نعرف كيف اشرحها. طيب these two peptides are having the same N terminal and C terminal. N terminal هنا و C terminal، قال لك انهم هذول الاثنين مثلا، هذا مثال عندهم نفس ال N ونفس ال C terminals، وبعدين قال لك امينو اسيد كومبوزيشن، ويحتوون على برضو على نفس يعني الكومبوزيشن، على نفس المحتوى، اللهم انه مختلفة في الترتيب، هذا هنا وهذا هنا زي كذا، مختلفين في الترتيب فقط. قال لك نيت شارج ات فيسيولوجيك بي اتش، نعم يعني البي اتش حقهم طبيعي حق هذول المركبين. وقال لك but they differ in their amino acid arrangement، نعم مختلفين في الترتيب فقط، يعني حتى ايش، حتى النت شارج اوف فيسيولوجيك بي اتش نفس الشيء، يعني هم المركبين هذول يقعون في نفس البي اتش، في نفس الحمض، في نفس ال نعم بي اتش فيسيولوجيك هيدروجين. نعم ناتي النقطة الثانية اللي هي secondary structure folding of polypeptide chain into regular structure alpha helix or beta pleated sheet and beta turns. فهنا يورينا يعني يقول لنا انه النقطة اللي قال لك folding of polypeptide chain into regular structure، قال لنا عندنا نوع اللي هو الفا هيليكس، وعندنا ايه اللي هو قال لك او بيتا بليتد شيت اند بيتا تيرنز. الحين تكلمنا على الالفا، نوع الالفا نتكلم عنه شويه، وبعدين هنا ناتي النوع البيتا نتكلم عنه شويه، وراح نشوف الصوره هذا البيتا. نعم وهذا النوع الثاني اللي هي بيتا بنتس. طيب اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. قال لك هنا الفا هيليكس it is the folding of the polypeptide chain into regular spiral structure، يعني هو عبارة عن عن الانثناءات، the folding of polypeptide انثناءات المركب او انثناءات السلسلة المكونة من البروتينات into regular spiral structure، إلى إيه اللي regular spiral، spiral زي كذا حلو، regular spiral structure دائرية زي ما نشوفها spiral. ها قال لك usually right handed، يعني في العادة إنها تكون تبدأ من اليمين، البروتين يبدأ من اليمين وينتهي باليسار عادة right handed. طيب عندنا قال لك each turn consist، كل دورة، كل دورة يعني من هنا حتى هنا تقريبا هاي تعتبر تقريبا من هنا، هذه دورة، هاي دورة ثانية، هاي دورة ثالثة. يقول لك كل دورة تحتوي على كم؟ على 3.6 أمينو أسيدز، 3.6 أمينو أسيدز زي هذه المركبات أمينو أسيدز. طيب قال لنا هنا the side chain of amino acids extend outward from the central axis. السايد تشين يعني السايد تشين of amino acid extend outward from the central axis، يعني يقول لك انها السلسلة راح تخرج من المنتصف. نعم نعم طيب النقطة اللي بعدها اللي هي stability، هاي مهمة، stability by large number of hydrogen bonds، يعني كل ما كان عدد الهيدروجين بوندز أكبر كل ما كانت الاستابيليتي، الثبات، ثبات المركب يكون أكثر ثباتا يعني. واللي بعدها ايه disruption، disruption by prolene charged amino acids and large bulky amino acids example keratin and myoglobin.
كيراتين الميو جلوبين. نعم نعم قال لنا هنا انه برضو disruption by برولين، هذا مركب برولين charged amino acid and large bulky amino acid. قال لك انه الديسربشن يعني المركب راح يحتوي على تشارج امينو اسيد وعلى لارج بالكي امينو اسيد. وقال لنا المثال انه كيراتين وميوغلوبين، كيراتين وميوغلوبين هذه احد الامثله حق ايش؟ حق السكندري ستراكشر. ميوغلوبين نلقاه في العضلات وكيراتين نلقاه في الجلد. طيب النقطه الثانيه هنا اللي هي بيتا بليتد شيتس ذا بولي بيبتايدز run in a zigzag shape and line side by side. زجزاج، شوف الحركة هذه، طالع فوق نازل تحت، طالع فوق نازل تحت، يسموها زجزاج، حتى شكلها زي الزد لو قلبناه. طيب النقطة الثانية قال لك stabilized by hydrogen bonding، برضو يعني مثبتة بواسطة ايش؟ الهيدروجين bonding هي اللي تثبت المركب، يعني الهيدروجين، مركبات الهيدروجين او الروابط الهيدروجينيه. بعدين قال لنا can be formed from a single polypeptide chain folding on itself or from two or more separate polypeptide chains stabilized by hydrogen bonding. نعم قال لك انه يستطيعون انهم يتكونون من ايش؟ من سنجل بولي بيبتايد تشين، من سلسله واحده فقط ملفوفه، يعني ملفوفه على نفسها، او من سلسلتين او اكثر سيبريت بولي بيبتايد تشين، او من سلسلتين او اكثر منفصل عن بعض، منفصله في السلسله ولكنها ستيبلايزد، يعني بواسطه ايش؟ يعني مثبته، يعني بواسطة الهيدروجين بوندينج. طيب النقطة اللي بعدها اللي هي separate chain، نعم السلاسل المنفصلة عن بعض maybe parallel or anti parallel. separate chain maybe parallel or anti parallel، السلاسل يعني المنفصلة عن بعض قد انها تكون يعني متوازية او غير متوازية. بعدين قلنا الهيدروجين bonds maybe inter chain or intra chain. intra chain يعني من برا متصلة مع بعض من برا، او intra chain متصلة مع بعض من جوا. طيب النقطة اللي بعدها هنا اللي هي beta bends reverse the direction polypeptide chain. قال لك البيتا بيندز ايش تسوي؟ تعكس، هذه هي تعكس الدايركشن، هنا دايركشن باشا كذا هي تعكسه، هذا الاصفر. طيب قال لك formed from four amino acids، تتكون من ايه؟ من اربع amino acids commonly برولين and glycine. نعم النقطة اللي بعدها اللي هي tertiary structure. tertiary structure it is the overall three dimensional structure of protein. it is the conformation، نعم قال لك انه يحتوي على overall 3 structure 3 dimensional structure of protein، يعني يحتوي عليه على primary و secondary اللي اخذناها سابقا وبالاضافة الى التيرشري. طيب قال لك ايه؟ it is the conformation of protein. it is the conformation of the protein. every protein has a unique tertiary structure such conformation is situated for the particular function of the protein. نعم يعني قلنا انه it is the conformation of protein، يعني هو العملية التأكيدية للبروتين، انه كل بروتين عنده يعني خاصية معينة او شكل معين tertiary، حلو شكل ثلاثي معين. قال لك مثل conformation is situated for particular،
وكل مركب ثلاثيك راح تكون له عملية معينة أو مهمة معينة أو وظيفة معينة. قال لك هنا تيرشري ستراكشر اوف مايوجلوبين، جاب لك هذا الاستراكشر، هذا خاص بالمايوجلوبين، نعم، اللي هو في داخل العضلات، داخل العضلات والدم، ونعم. طيب اللهم صل على محمد. طبعا نكمل هنا، قلنا bones that stabilize tertiary structure، covalent bonds، disulfide bonds، نعم covalent bonds اللي هي disulfide bonds، يعني قال لنا انه عندنا في التيرشري ستراكشر عندنا عدة بوندز، عدة روابط عشان تمسك لنا ايش الاستراكشر. النقطة الرابطة الأولى اللي هي الرابطة التساهمية كوفالنت بوند، اللي هي من نوع داي سلفايد بوند، يعني اثنين سلفر، تحتوي على اثنين سلفر، وفا هنا اس 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 نعم داي سلفايد بوند. وهنا قال لك نون كوفالنت بوند، ذيس انكلود النون كوفالنت بوند اللي هي الهيدروجين بوند راح تحتوي على هيدروجين انتراكشن وهيدروجين بوند والكتروستاتيك بوند وبرضه فاندر ويلز فورسز تحتوي عليها كلها. نعم النقطة اللي بعدها اللي هي كواترنري ستراكشر، الشكل الرباعي من البروتين. طيب ايش هو الكواترنري؟ اللي قال لك انه it is the arrangement in space of the subunits of protein of proteins consisting of two or more separate polypeptide chains. For example hemoglobin يحتوي على ايش؟ اربعة subunit، و LDH اللي هو lactate dehydrogenase، مهمة هذه الانزيمات تحفظوها، يحتوي على اثنين اربع سبيونت، و سي بي كي اللي هو كرياتينين فوسفو كاينيز يحتوي على كم؟ اثنين سبيونت. نعم يعني هنا قال لنا انه arrangement in space of subunits of protein consisting of one or more separate polypeptide chains. المهم كلمة سبريت، يعني عندنا مركب ثلاثي ومركب ثلاثي حطيناهم مع بعض، ممتاز. زي هذا المركب، هذا مركب ثلاثي، ترى المركب ثلاثي يحتوي على المركب الأول ويحتوي على المركب الثانوي، وصار مركب ثلاثي، هذا الأصفر مركب ثلاثي مركب ثلاثي مركب ثلاثي، دخلنا أربع ثلاثيات مع بعض صاروا لنا إيه؟ تترمر. قال لك هنا هذا مثال على الهيموجلوبين. هيموجلوبين از بروتين، هيموجلوبين موجود في الدم، ايش وظيفته؟ يحمل الاكسجين، الهيموجلوبين يحمل الاكسجين، نعم يحمل الاكسجين، يعني يحمل الاكسجين من الرئة، يكون في الدم يحمل الاكسجين من الرئة ويوديها الى الانسجة، يوديها الى كل مكان في الجسم، الى كل نسيج، الجلد، العظم، القلب، الامعاء، كل شيء، كل الاعضاء. قال لك هيموجلوبين از بروتين تترا تومر كونتيننج تو ايدنتيكال بير اوف سبيون، يعني يحتوي عليه على زوجين، زوج وهذا زوج متطابقين ايدنتيكال. طيب قال لنا هنا bonds that stabilize quaternary structure، non covalent bonds اللي هي هيدروجين بوندز، هيدروفوبيك انتراكشن، الكتروستاتيك اند فاندر وال فورسز، هذه ايه النكفات. طيب نكمل هنا اللي هو نورمال بروتين فولدنج، نعم. طيب ممكن شخص يسأل يقول طيب يا اخي فولدنج وما ادري ايش وندرس البروتين، يعني ليش هذا الكلام كله؟ يعني البروتين إذا الربط بطريقة خطأ ما راح يمشي، حلو، زي إيش؟ راح نشوفها في مرض الأنيميا. الأنيميا البروتين ما راح يربط بالطريقة الصح، لأنه راح تكون فيه أيونات، راح تكون فيه أمينو أسيدز
مختلفة. فهذه الأمينو أسيدز لما تكون مختلفة فراح يختلف بالتالي شكل البروتين، ولما نختلف شكل البروتين ممكن انه يسبب ايش؟ انسداد في الأوردة أو الشرايين. وإذا سبب انسداد في أوردة أو شرايين لشيء حساس مثل العين، الشخص ممكن يصاب بالعمى. نعم، الشخص ممكن يصير أعمى. كنت أتمنى لو أحد قال لي هذا الكلام وأنا أدرس هذا الدرس. نعم، normal protein finding. normal protein folding it is essential. normal protein folding it is essential. اللي هو الفولدنج نتكلم، قال لك it is essential for protein to fold in the proper manner to fulfill the biological activity. نعم، يعني يقول لك انه كل بروتين يجب انه يرتبط او ينثني folding، يرتبط ينثني الانثناءات حقه او الالتواءات، يلتوي بطريقة صحيحة لكي يؤدي عمله او نشاطه الاحيائي الصحيح. نعم، بعدين قال لك كل بروتين، each protein has only one conformation that allows the biological activity. يقول لك انه كل بروتين لديه ايش؟ only one conformation that allow its biological activity. كل بروتين يحتوي على conformation واحدة، يعني شكل واحد، يعني تنظيم واحد، ترتيب واحد زي ما تقولوا، او انثناءات واحدة بطريقة معينة عشان تؤدي ايه؟ عشان يؤدي عمله. قال لك بروتين in its final folded functional form is called native protein. في النهاية لما البروتين يصير جاهز يسموه ناتيف بروتين. طيب ناتيف يعني بروتين أصلي. طيب المهم the process of folding اللي هي conformation، معناها process of folding عملية الانثناء بالطريقة الصحيحة، قال لك is facilitated by عملية الانثناء. كيف ينثني البروتين بالطريقة الصحيحة؟ ينثني بعدة أشياء، ينثني بالأيون concentration، مدى تواجد الأيونات، حلو، بكميتها، تركيز الأيونات، تركيز تواجد الأيونات، وبرضو الإنزيمات. عندما تكون الإنزيمات كلها موجودة فهذا راح يساعد على الانثناء، لكن إذا كان عندنا إنزيمات ناقصة فما راح يساعد على الانثناء بالشكل الصحيح. وبرضو كو فاكتورز surrounding the proteins، يعني أهم شيء عنده هذه النقطتين. وهنا قال لنا بشكل عام يعني في أشياء ثانية أيضا ممكن حتى إلى الآن ما اخترعوها العلماء، أو مو ما اخترعوها، ما اكتشفوها العلماء إنها يعني تؤدي دور في الانثناء، لكن هنا عندنا اللي هو الأيون concentration، التركيز الأيوني، والإنزيمات هي اللي تساعد على عملية الربط وزي كذا. نعم، نيجي هنا طبعا هنا راح نتعرف على حاجة اسمها شيبرونز، يعني المفروض اننا ما نعدي هذا السلايد الا نفهم ايش يعني شبرونز. طيب نشرحه من الصوره وبعدين نقرا الكلام. قال لك هنا unfolded protein. unfolded protein، البروتين اول شيء في شكله البدائي زي كذا، بعدين راح يدخل في اله اسمها شبرون. هذه الاله الشبرون هي راح تساعد على انثناء البروتين، وتدخله كذا وتنثني البروتين، ها، لكن عشان الشبرون يشتغل لازم يكون عندنا ATP. راح يشتغل، راح ياخذ بنزين، راح ياخذ طاقه، حلو، راح يشتغل، راح ياخذ ATP. وبعدين بعد ما الشبرون يعني ينشئ البروتين يطلع ADP، يكون خلاص استهلك واحد ATP، يطلع ADP اللي هو ادينوسين داي فوسفيت، وهذا ادينوسين تراي فوسفيت. ثلاثه فوسفيت هنا وهنا اثنين فوسفيت. طيب 2 فوسفيت زائد 1 يساوي 3. طيب فالمهم فطلع لنا في النهايه ايه؟ فولدد بيبتايد. يعني الفولدد بيبتايد هذا دفعنا عليه واحد طاقه عشان نكونه. طيب قال لك هنا بروتينز كولد مولكيولر شبرونز. قال لك عندنا انواع من البروتينات تسمى مولكيولر شبرونز، تسمى شبرونز. قال لك هذه البروتينات ايش بها؟
help in protein folding، راح تساعد في عملية الانثناء في البروتين. They bind reversibly to the unfolded part to the unfolded protein parts and prevent their misfolding. قال لك برضو انها ايه، انها يعني هذا الشبرون ايش راح يسوي؟ راح يساعد على عملية الفولدينج. حلو. والنقطة الثانية اللي هي they bind reversibly to unfolded protein parts and prevent their misfolding. نعم، قال لك انها ايه، انه الشبرون يعني كأنه يقول لك انه الشبرون سوف يرتبط بهذا عشان يكون لنا هذا، وفي النهاية بعد ما يتكون هذا الشبرون راح يعمل عمل يخلي هذا ما يرجع لحالته الأصلية. حلو. نعم، قال لك and prevent misfolding، وراح يمنع وراح يمنع الشبرون هذا راح يمنع المسفولدينج. المسفولدينج اللي هو عملية انثناء البروتين بشكل خاطئ راح يمنعها. عين قال لنا هنا شبرونز level increase with high temperature. They are called heat shock proteins. The primary structure of proteins is responsible for its folding and overall shape. نعم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. يعني هي النقطة الأولى، نجي قال لنا عندما يزيد مستوى الشبرونز، قال لك يزيد مستوى الشبرونز مع زيادة درجة الحرارة. They are called heat shock protein. توجد بروتينات، يعني بروتينات الصدمة الحرارية. طيب يعني بروتين الصدمة الحرارية هم اللي يساعدون عليه على إنتاج بروتين او انتاج شبرونز بشكل اكبر يعني. طيب بعدين قال لك the primary structure of protein is responsible for its folding and overall shape. يعني الشكل البدائي اللي هو البرايمري ستراكشر حق البروتين راح يكون responsible for folding and overall shape، اللي هو البرايمري ستراكشر. زي هذا البرايمري ستراكشر راح يكون مسؤول عن ايش؟ على الفولدينج والاوفر اول شيب و اللي هو البرايمري ستراكشر. طيب يعني البرايمري ستراكشر اللي هو المرحله الاولى، ففي المرحله الاولى تتم عمليه الفولدينج. نعم، هنا جانا بروتين مس فولدينج. نعم، حلو، جاب لنا هنا اميلويد بروتين. اميلويد بروتين هذه يعني تقريبا مرض. نعم، أميلويد زي ما قلت لكم مرض يؤدي إلى انسداد، ولكن هذا الانسداد موجود في المخ ودحين نشوف تفاصيله. طيب قال لنا بروتين مس فولدينج. فولدينج بروسيس may sometimes result in improper folded misfolding protein. قال لنا بعض الأحيان عملية الانثناء أو عملية الفولدينج قد إنها يحدث فيها خطأ. حلو، وتصير misfolded، فالبروتين يصير ايش؟ مس فولدنج. طيب قال لك هنا مس فولدنج may be spontaneous، يعني قد يكون تلقائي. المس فولدنج قد يكون تلقائي او يكون بسبب or due to defect in gene coding for protein. يعني يا انه يكون سبب تلقائي صدفة يعني، او انه بسبب جين من الجينات، بسبب جين من الجينات. طيب يعني بسبب خلل جيني. طيب this misfolded protein are usually degraded inside the cell. المisfolded protein راح يكون degraded inside the cell. نعم، يعني المisfolded protein راح يكون degraded، يعني ما راح يستعمل. الخلية راح كأنها ايه، راح تهمشه لانها ما راح تقدر تستعمله، ما راح تقدر تستفيد منه. طيب قال لك however
this process is not perfect and misfolding is aggregate. ايوه فهنا دحين الخليه ما راح تقدر تستفيد من ايش؟ من المسفولدد بروتين. فالمسفولدد بروتين راح اجريجيت انسايد اند اوتسايد ذا سيل، فراح يتراكم المسفولدد، فراح فلما يتراكم اند كولد اميلويد بروتين، وراح يسمى اميلويد بروتين. وقال لك ايه؟ ذس ويل اند وذ سيل ديث. والاميلويد بروتين عندما يتكون عندنا الاميلويد بروتين، ايش هو الاميلويد بروتين؟ هو عباره عن البروتينات التي لم تتم فيها عملية الانثناء اللي هي الفولدينج بالشكل الصحيح. خلاص يعني هي عملية عبارة عن تراكم البروتينات الغير منثنية انثناء صحيح، وهذا يؤدي إلى موت الخلية. طيب نيجي هنا حالة مرضية اسمها أمايلودوسيس، من نفس أمايلود. حلو، قال لك ايه؟ It results from aggregation، يعني تراكم of misfolded protein forming long fibular aggregates called amyloid، وراح يكون ايش؟ long fibrillar aggregate، راح يسمى ايه؟ amyloid، راح يكون لنا long fibril aggregates. طيب اللي هو الاميلويد. نعم كان نعد لنا الكلام السابق. طبعا قال لنا such amyloid is formed from beta، يعني غالبا الاميلويد يتكون من ايش؟ يعني مكون من بيتا بليتد شيتس. نعم شفناها سابقا. وبعدين قلنا ايش؟ انها it loses its normal function and results in degenerative disorder such as Alzheimer disease. نعم وهذه الأمايلويدوسيس قد إنها تكون مرض الزهايمر. قال لك Alzheimer is a neurologic disorder that results from amyloid beta protein. يعني إيش راح يصير في مرض الزهايمر؟ خلايا في المخ راح تموت، صح؟ فلما الخلايا في المخ راح تموت، يعني الزهايمر في درجة أولى، في درجة ثانية، في درجة ثالثة، في درجة رابعة، هو أربع مراحل بس. في الدرجة الرابعة يكون الشخص كالطفل يتبول على نفسه ويكون ما هو متذكر أي شيء، وهذا يعني إنه خلايا كثير من المخ ماتت بسبب انثناء البروتين بشكل غير طبيعي. نعم هنا مرض ثاني اللي هو مرض جنون البقر. برضو مرض جنون البقر قال لنا ايه؟ برايون ديزيز، ماد كاو ديزيز. قال لك it is also called bovine spongy form encephalopathy، يعني قال لنا انه اللهم صل على محمد، it is also called bovine spongy form encephalopathy، يعني برضو انه يسمى يعني انسفالوباثي اللي هو امراض الراس. حلو طيب هذا اسم ثاني. طيب عندنا لنا ان بوفاين ايبيديميك في هذا المرض ذات ستك ان ذا يو كي، يعني عام 1986 في الولايات المتحده البريطانيه. نعم في الولايات المتحدة البريطانية، يعني ايش كان عندنا؟ يونايتد كيندم، اوكي المملكة المتحدة. طيب كان فيه 170 ألف حالة من جنون البقر appear to be mad، 170 ألف بقرة أصبحوا مجانين، يعني they were extremely nervous، يعني كانوا يغضبون بسرعة or bizarrely aggressive، كانوا عنيفين. بعدين قال لك they all died، وكلهم ماتوا. بعدين قال لك as the brain، قال لك as the brain of the dead mad cow resemble a sponge، وقال لك انه عقل البقرة الميتة لما فتحوه كذا وجابوه في معمل التشريح
كان شكله زي شكل الاسبونج، زي شكل الاسفنجة، تعرفوا اسفنجة غسل المواعين زيها، او سبونج بوب. اوكي اسفنجة. طيب عندك the disease was called bovine spongiform encephalopathy، spongiform شكل سبونج. اوكي بعندك لك it affects the CNS، CNS اللي هو central nervous system، يعني يؤثر على ال CNS. بعدين قال لك the causative agent is called the prion protein. prion protein هو سبب هذه المشكلة. قال لك اللي هو بروتين من نوع برايم، يعني برايم بروتين هو عبارة عن تقريبا برولين، وصار فيه يعني ما انثنى بطريقة مناسبة، فسبب يعني ايش في النهاية موت لخلايا المخ اللي هو الاميلويد زي ما قلنا. طيب the abnormal BRB اللي هو برايم بروتين is infectious host protein، is infectious host protein. it tends to form fibrillar aggregates similar to amyloids. وقال لك it tends to form، يعني انها راح تكون لنا ايش fibrillar aggregates similar to amyloid. نعم يعني هي ما راح تكون اميلويد، لكن راح تكون برايم بروتين، يعني نفس طريقه الاميلويد. لو اننا فهمنا الاميلويد هي راح تسوي نفس العمليه، راح يكون تراكم في تراكم في الخليه من ايش؟ من البرايم بروتين اللي هو مس فولدد، فالتراكم هذا راح يؤدي الى موت الخليه. انتهينا. قال لك ات تنس تو فورم فيبريلر، فيبريلر اوكي زي الفايبرز. اوكي طيب النقطة اللي بعدها قال لك the normal form of neurons is formed from alpha helicals. النيرونز يعني تكونت من ايه؟ من الالفا هيليكلز. لو نلاحظ المرض السابق كان ايه؟ كان بيتا. طيب لا ايوه النوع السابق كان بيتا، لكن هنا قال لك النورمال نيورونز الفا هيليكلز. حلو، لكن in infectious BRB the alpha helicals are replaced، مستبدل بواسطة ايش؟ بيتا بليتد شيتس. طيب راح يكون مستبدل بواسطة بيتا بليتد شيتس، يعني زي السابق بيتا بليتد شيت. The infectious BRB induce abnormality in near protein. The BRB راح يحفز abnormality اللي هو راح يحفز عملية تكون البروتين الغير مثني بطريقة صحيحة. طيب ناتي هنا اللي هو النقطة الثالثة اللي هو the case of death mode of infection. mode of infection اللي هو طريقة انتقال المرض. اوكي the case of نعم او 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 طريقة الحصول على المرض، طريقة تواجد المرض. طيب قال لك the case of death، قال لك a person ingests an abnormal shaped prion، ايوه from contaminated food or other containing source. يعني هذا المرض هو جنون البقر. ايش اللي خلى الانسان يصاب بجنون البقر؟ بس لانه اكل لحم بقرة ايش مصابة بهذا المرض، فلما اكل لحمها أصيب بهذا المرض، أصيب بمرض جنون البقر. قال لك the abnormal shape prion get absorbed into the blood stream and crosses into the nerve system. The nervous system. قال لك إنه هذا البروتين لما يأكل الإنسان هذا اللحم، البروتين هذا راح يروح للدم، وبعدين في الدم راح يذهب إلى العقل، إلى المخ. وعندما يذهب إلى المخ يبدأ في إيه؟ في عملية قتل الخلايا يعني. طيب نعم، وبعدين هنا ونعرف إن الخلايا اللي في المخ انقسامها
انقسام ميتوزي ميتوسس. فلما تنقسم انقسام ميتوزي يعني يعني المرض راح ينتشر في المخ. طيب النقطة اللي بعدها the abnormal brain touches a normal brain. قال لك abnormal brain راح يلمس ال abnormal brain and changes the normal brain's shape into abnormal one. نعم يعني دحين عندما البرايون بروتين اللي في المخ حلو المصاب عندما يلمس برايون بروتين ثاني سليم راح يتحولوا كلهم من اثنين الى مصابين وهكذا تنتقل العدوى. يعني قال لك thereby اذا destroying the normal بهذه الطريقه راح يدمر طريقه عمل البروتين السليمه خلاص. نعم راح يدمر ايش الفانكشن راح يدمر راح يدمر الوظيفه الاصليه. قال لك both abnormal prions then contact and change the shapes of outer normal prions in nervous system. يعني قال لك انه البرايونز الاثنين راح يتغيرون شكلهم يعني وراح تتغير طريقه اتصالهم في النيرفس سيستم وزي كذا مع 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 خلايا مع الخلايا قال لك اللي موجوده في داخل خلايا الجهاز العصبي او خلايا المخ. طيب قال لنا هنا the nerve cells the nerve cells tries to get rid of the abnormal prions. خلايا المخ سوف تحاول انها يعني تتخلى عن يعني ايش او تتخلص من الابنورمال برايونز باي كلامبينج. فهي خلاص دحين خلايا المخ راح تحاول انها تعمل كلامبينج ذم توجذر ان سمول ساك راح تجمع الخلايا الخربانه مع بعض في ايه في كيس صغير. بعدين قال لك بيكوز ذا نيرف سيلز كان نت دايجست ولان الخلايا خلايا المخ لا تستطيع انها تاكل هذه الخلايا الفاسده ها يعني ما تستطيع ان تاكلها او تقتلها and digest the abnormal prions they accumulate. هذولا الابنورمال برايونز راح يتراكمون يتراكمون حتى انهم يهزمون قال لك ايه they accumulate in sacs and that grow and engorge the nerve cell which eventually dies. وبالتالي عندما يتراكمون يعني البرايون الابنورمال برايونز فخلاص بعد ما يتراكمون خلص الدنيا كلها يعني راح يقضون على الخليه على الخلايا السليمه خلايا المخ السليمه وراح تستمر عندنا وتنتشر الخلايا المخ الضاره. يعني قال لنا when the cell dies the abnormal prions are related to infect other. نعم قال لك عندما تموت الخلايا the abnormal prion راح يستمر ايش الموجود هناك راح ينشر العدوى. قال لك ايه long spongy like